أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قبوله الاستقالة التي تقدم بها وزير النقل هشام عرفات، وذلك بعيد حادث قطار محطة مصر الذي سقط فيه عدد من الضحايا، حيث اصطدم الجرار بصدادات الرصيف 6 بسبب السرعة الفائقة. في السياق، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الرئيس السيسي وجه بسرعة التحرك ومتابعة تداعيات الحادث ومحاسبة المتسبب فيه، مشددا على أن الحساب سيكون عسيرا لكل مسؤول مقصر. وأشار مدبولي إلى تشكيل لجنة فنية بجانب النيابة العامة لتحديد المسؤول ومحاسبة المتسببين، موجها بسرعة اتخاذ إجراءات نقل الوفيات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين. وتحديد المتسبب لهذا الحادث علشان نقدر يعني نحاسبه ونحاسبه بشده ونحدد المسؤوليه، لان الشغل الامان بقى فتره ان احنا يعني نسكت على اي نوع من البقائص والاخطاء اللي تؤدي لحياه المواطنين المصريين. حياه كل مواطن مصري غاليه علينا، غاليه علينا كلنا وعلى الدوله وعلى كل الناس، وبالتالي اي اصابه او اي يعني وفاه لاي مواطن ده بيمثل ألم شديد لينا. والأهم بقى إن إحنا لازم نعرف المتسبب في هذا الحادث ويحاسب، ويحاسب حساب عسير علشان نتفادى هذه الأنواع من الأخطاء. أو إحنا طبعاً لغاية دلوقتي ما نعرفش إيه الأسباب الرئيسية للحادث، ولكن اللي أنا عايز أكد بيه للشعب المصري إن من سيثبت خطأ في هذا الموضوع سيتم محاسبه بأقصى درجات الحساب والمساءلة اللي تضمن أهالينا وأولادنا اللي توفوا النهاردة في هذا الحادث الأليم أو الأصيب. يعني إحنا الحقيقة يمكن بناء على توجيه سيادة الرئيس تحركنا على طول، السيد وزير النقل جه هنا على طول، والسيدة وزيرة الصحة أنا وجهتها إنها ما تجيش على المجلس وتتحرك فورا على مستشفيات عشان تتابع حركة المصابين. معالي وزير الداخلية أيضا كان بيتابع معانا، السيد محافظ القاهرة الإطفاء والإسعاف كان متواجدين من أول لحظة عشان ينقلوا الجثث أو المصابين يتنقلوا للمستشفيات عشان يتلقوا الرعاية والعلاج. معالي وزيرة التضامن يعني جت معايا علشان نبدأ نشوف نحصر حصر كامل للضحايا سواء من الوفيات أو المصابين عشان نبدأ نتخذ الإجراءات اللازمة ليها. إحنا كدولة طبعا كحكومة كلنا يعني هنتحرك فورا ونتعامل مع هذا الكلام ونحاول نخفف من الآثار على الأسر الضحايا اللي بقدم لهم خالص العزاء للضحايانا اللي توفوا في هذا الحادث الأليم.